وعلى هامش ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لوفد مملكة البحرين في مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي والمنعقد في العاصمة بانكوك في مملكة تايلاند خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري تحت شعار آسيا واحدة قوى متنوعة، شارك وفد تجاري بحريني برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الفعاليات الاقتصادية المصاحبة للمؤتمر. وتضمنت الفعاليات الاقتصادية عددا من ورش العمل شارك فيها نخبة من خبراء المال والتمويل المصرفي والبنوك والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، تشمل عدة موضوعات منها عصر جديد من الربط المالي في آسيا، دور التقنيات الحديثة في تطوير الاقتصادات الآسيوية، تمويل البنية التحتية في آسيا والربط المالي الابتكاري المستدام في آسيا في القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي. وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر شاركت مملكة البحرين بوفد تجاري في ورش العمل المصاحبة لقمة الحوار الآسيوي، وأكد أنه سيتم رفع توصيات بشأن التعاون الآسيوي في المجالات التجارية والمالية إلى اجتماع قادة ورؤساء الحكومات تتعلق بالاستدامة التنموية الآسيوية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذا وقد تم أو تقدم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفد رجال الأعمال البحرينيين في منتدى أعمال الاتصال 2016، حيث أكد استمرار مملكة البحرين في تبني وطرح القضايا الدولية التي تصب في مصلحة شعب مملكة البحرين وشعوب الدول الصديقة والشقيقة. وقد افتتح رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا أعمال المنتدى بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين من مختلف الدول. المزيد من التفاصيل في تقرير موفد مركز الأخبار من العاصمة التايلاندية، الزميل صالح يوسف. دوران عجلة الاقتصاد الآسيوي بالشكل الملبي للطموح هو الهدف الأسمى لمنتدى أعمال الاتصال الذي يقيم على هامش مؤتمر القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي بالعاصمة التايلاندية، والتي يشارك فيها سمو رئيس الوزراء مترأسا لوفد مملكة البحرين. رئيس الوزراء التايلاندي افتتح المنتدى الذي جمع كوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين وبمشاركة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية. شرفنا اليوم طبعا بالتوجيه من سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بترأس وفد مملكة البحرين لحضور حوار التعاون الآسيوي في بانكوك في مملكة تايلاند. وقد حضرنا اليوم مع وفد من القطاع الخاص، ويهدف هذا المؤتمر إلى تأكيد التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في كل الدول الآسيوية، ويحتوي على 34 دولة آسيوية حاليا، إلى حتى ترتقي الحكومات والقطاع الخاص بالتعاون وتنشيط الاقتصاد في كل هذه الدول. ورش عمل متعددة تناولت مجموعة من التحديات وسبل التغلب عليها، تنوعت في أطروحاتها وأفكارها، ولكن تبقى الغاية واحدة. تم استعراض في هذه الجلسة استعراض مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة التي ستساعد على تسهيل عملية التواصل، تسهيل عملية الاتصال، تسهيل عملية توصيل ونقل المبالغ، وبالتالي ينعكس على البضائع والخدمات. التوصيات التي جاء بها المنتدى تسعى لخلق عصر جديد من الربط المالي في آسيا والإقبال على مرحلة إدخال التقنية في المجال الاقتصادي. طبعا نطلع ان يكون عندنا موجود ليس فقط المشاركه الرئيسيه والفعاله، وانما يكون عندنا موجود في مردود من خلال الالتقاء مع باقي الوفود من الدول سواء المؤسسه والمشاركه. هناك في موجود اليوم في يعني فريق جدا كبير ومن مختلف المجالات. ازدهار الاستثمار وارساء العلاقات الاقتصاديه المتميزه مع مختلف الدول ابرز ما دفع رجال الاقتصاد والاعمال البحرينيين للمشاركه في هذا المنتدى. العالم اليوم مثل ما أنت شايف كله تكتلات، فلازم اللجوء إلى أكثر عدد من الأصدقاء، وهذا شيء يعني في الواقع إحنا لمسناه. وإحنا نشكر صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء على إتاحة هذه الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مؤتمر من هذا النوع.
تم أيضا مناقشة التوصيات لرفعها إلى القادة والمسؤولين الحكوميين لتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ومن ثم تعزيز بيئة الأعمال وحشد رؤوس الأموال اللي نحتاجها في التنمية الاقتصادية على مستوى الدول الآسيوية. إحنا اليوم يعني مرافقين مع صاحب السمو رئيس الوزراء، تعطينا دافع كبير ان احنا نعمل علاقات قويه مع شركات مهمه حيويه بالنسبه لقطاعنا احنا في البحرين. مملكه البحرين كانت ولا زالت تركز جهودها فيما يصب في مصلحه الوطن والمواطن، عبر سعيها الدائم الى خلق مجتمع قادر على التفاعل بتميز مع العالم كشريك حيوي. من أجل إيجاد الحلقة المفقودة وعن طريق التكامل والتعاون، هنا منظمة حوار التعاون الآسيوي تقدم بكافة منتسبيها جميع إمكاناتها بهدف تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة الشعوب الآسيوية. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.